حسبتيها. لا تخافي، ما كنت رح أتركك وروح لعند أخته لمانيش، حتى لو ما قلتي كلمة بحبك هلا، بس قلتيها وأنا بحبك. بحبك يا أبو. ايه شو في ابو؟ ليش كل هالدموع؟ مو رايح حبيبك اكشاي، بقيان جنبك ومعك، ومستحيل روح لعند اخته لمانيش. تعرفي شو قالت لي؟ قال في مشكله بحياتنا الزوجيه، بس أنا متأكد إنه كلامها هذا غلط. أبو، مانك مخبي عني شيء؟ بس يعني أبو، هي ليش قاعدة هي وأخوها مانيش ببيتنا؟ مو قلتي لي الحيطان فيها تشققات وبدها شوية تصليحات يعني؟ أنا ما قلت لك هيك لأنه كل شي تغير هنيك، كل شي قصدي ولا كأنه بيشبه بيتنا. شو يلي صار؟ شو؟ في شي صاير أنا ما بعرفه أبو؟ ها؟ ما في شي أكشاي. ترددتي وقت الصبغة؟ أكشاي شو السبب؟ أكشاي ما بتحبيني؟ أكشاي أكشاي وبحبك، ليش ما قلتي لي إياها بسرعة؟ بوثق فيك يا أبو، وبعرف إنك بتحبيني وهذا الشي بكفيني هلا. مانك عم تخبي عني شي مو؟ ما بدي أعرف الباقي. تعال نفوت على الغرفة، يلا.